احنا اليوم في داخل المحافظات في هذه الحملة الاستثنائية للتطعيمات في بعض المناطق الساخنة في ليبيا. اليوم بدأنا بمصراتة والزاوية، إن شاء الله بكرة يوم السبت إن شاء الله أيضا أفراد مزيد وخمس وزوارة. زرنا اليوم مراكز العز في مصراتة ومنا على الوضع الوبائي، أعطينا تعليمات بالتأكيد على الامتيازات والتشديد عليها. ندعو كل الليبيين من هذا المنبر انهم يمشوا يطعموا الاسراع التطعيم، لان التطعيم له افضل مكونه مهما كان نوع التطعيم، مهما كان نوعه فهو افضل مكونه. رجاء خاص كل الليبيين تجوا التطعيم اليوم ان شاء الله. شفنا ما شاء الله اقبال كويس من جهه بساطه، واكيد الزاويه كذلك نفس الشيء. اي تطعيم افضل من كورونا، اي تطعيم هو افضل من كورونا. اي تطعيم استرازينيكا خلاص اليوم مرخنا، ما فيش استرازينيكا، تاخذ سبوتنيك عادي، سبوتنيك تاخذ استرازينيكا عادي، تاخذ فايزر عادي، نفس النوع عوده مرتين، استرازينيكا وسبوتنيك نفس النوع وهكذا. رجاء خاص، رجاء خاص كل الليبيين حفاظا على صحتكم يجب تجوا الى التطعيم. هذه الحمله استثنائيه نتيجه ارتفاع هذه الاماكن الساخنه زي مصراته والزاويه ضيفن والخمس وزوارة. نحن نحاول ندير حملات استثنائيه، قد نضطر الايام الجايه لو توفر لقاح اكثر هيك نضطر ندير حملات استثنائيه اخرى حتى في مناطق غير ساخنه، كان مش نحرض الناس كلها تمشي بطاعه. رجاء خاص تطعيم وقايه وحمايه، رجاء خاص.